افتتح صباح اليوم معرض الرياض الدولي للكتاب، وفتح أبوابه أمام الزائرين تحت شعار الكتاب ذاكرة لا تشيخ. يضم المعرض أكثر من 1,200,000 عنوان لكتب بلغات متعددة تعرضها 500 دار نشر. كما سيعتمد المعرض هذا العام على الكاميرات الحرارية والأجهزة اللوحية لرصد عدد الزوار وقياس حجم الشراء والكتب الأكثر مبيعا. ينضم إلينا من داخل معرض الرياض الدولي للكتاب مراسلنا حسين بن مسعد. حسين، مرحبا بك، منور معنا اليوم. خليني أسألك عن مشاهداتك في اليوم. الله يخليك خالد، أهلا وسهلا فيك. تفضل خالد. أولا معرض الكتاب يعني يعتبر معرض أكبر معرض تظاهر الثقافية يمكن في البلاد، هو من أهم المعارض أو معارض الكتب على مستوى الوطن العربي من حيث المبيعات وعدد الزوار. نعم. المعرض هذا نشهد هذه طبعا نحن الآن في العام العاشر لمعرض الكتاب في الرياض تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام. يحسب لوزارة الثقافة والإعلام أن انتبهت لمشكلة كانت تمر فيها على مدى الأعوام الماضية، اللي هي الإحصائيات، إحصائيات الدقيقة أو التي فيها يعني هامش خطأ قليل مع حجم المبيعات. لم يكن هناك رقم محدد أو موثق يعني يستطيع أن نعتمد عليه في عدد المبيعات. التفتوا لهذه النقطة وقاموا بعمل فكرة جميلة، بما أنه معرض كتاب فبالتالي هي فكرة فواصل الكتب، لون للرجل ولون للمرأة ولون للطفل حتى نعلم كم عدد الذكور والإناث والأطفال الزوار. أكيد هناك نسبة خطأ لكن قلصت إلى أقل من 10% تقريبا حسب تقديراتهم. بالنسبة للمبيعات، مبيعات دقيقة جدا يجب وفرضت هي اختياريا أن تحدد تفصيل الفاتورة بأسماء وعناوين الكتب حتى نعلم بالضبط كم المبلغ وما هي أنواع الكتب التي بيعت بهذا المبلغ. لكن الأهم أنه سنعلم هذا العام أو سنشهد هذا العام رقم دقيق لحجم المبيعات التي تؤكد علو كعب هذا المعرض. كان الإقبال ضعيف حتى الآن يا حسين. هو الإقبال الضعيف اليوم، أنا يعني حسب ما سألت وناقشت بعض المراقبين هنا سببين. الأول أنه بداية إجازة اليوم يا خالد، بداية إجازة منتصف العام الدراسي الثاني. اثنين، يبدو والله أعلم أنه لديربي العاصمة هذا اليوم هلالي إن شاء الله يا حسين، تقليص العدد النصراوي يعني. والله والله شوف اذا جبناه على الفطره هذا موضوع ثاني. طيب لكن نتمنى له جميعا ان شاء الله مباراه مشوقه يعني. تفضل حسين، معك ضيفاتك. معي ضيف، لكن قبل ما نروح للضيف، في بالارقام 980 عارض هذه ذكرت، واليوم في تبدا منصه توقيع الكتاب اذا سمحت لي على عجاله. فضل. 30 كاتب يوميا في 4 و6 ونص و9 تقريبا. طيب. وفي برنامج ثقافي سيتحدث اليوم، حيتحدث اكثر شيء عن اليونان اللي هي البلد الضيف عندنا، وفي امسيه اخرى. طيب. ايضا شعريه من وطن العربي لشعراء اخرين. حسين. نعم. تفضل. طيب، معي الكاتب والمؤلف العراقي رشيد خيوان. خيون، رشيد خيون. رشيد خيوم معنا من المشاركين المؤلفين، وأيضا يبدو لي سيكون عنده توقيع منصة في هذا المعرض. سوف نأخذ بعض آراءه في هذا المعرض. أستاذ رشيد، يعني كيف تحدثنا هذه مشاركتك في معرض الكتاب، هل هي الأولى أم ورأيك أيضا في معرض الكتاب ثقافيا؟ أنا شاركت تقريبا بالكتاب أول مرة للمعرض 2011 والسنين اللي بعدها. معرض الرياض يمتاز بكثرة الرواد وكثرة بيع الكتب، هذا الكلام من الناشرين أيضا، ويمتاز بحراك ثقافي النقاشات والندوات اللي تصير على هامش المعرض وهي كثيرة. ويمكن 2013 كانت عندي مشاركة هنا عن قضية الإسلام السياسي. أما الآن عندي كتابين. الكتاب الأول الأديان والمذاهب العراق، حاضرها وماضيها، موسوعة من 3 أجزاء تحدثت بها عن الأديان والمذاهب كافة، الأديان والمذاهب الحية، وعبارة عن رد على هذا الاستئصال اللي يحدث وعلى هذا التشرذم اللي يحدث في العراق، وأدلل به على أن التعايش ممكن وكان موجود تاريخياً.
وطبعا البحث صار في كل ديانة وكل مذهب. أنا اللي أعتقده كنت حيادي في الكتاب، وهذا من مركز المسبار. الكتاب الثاني المشارك في المعرض هو كتاب أثر السود في الحضارة الإسلامية، وهو كتاب مكتبة الملك عبد العزيز، وهي مكتبة معروفة كمركز بحوث وكمتحف. وهذا الكتاب تناول مساهمات السود من فجر الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية 656، وكان فيهم فقهاء وفيهم شعراء وبينهم فنانون. والموضوع هو يدخل في تخصصي اللي هو التراث الإسلامي والفلسفة الإسلامية. وعدا هذا، معرض الكتاب فرصة كبيرة للمثقف السعودي، وأنا أشوف أنه الفئة الكبرى اللي ترتاد المعرض هم من الشباب، كذلك نساء ورجال. هاي المرة أيضا أشوف أنه زيادة بعدد الناشرين وزيادة عدد الكتب الموجودة وكتب حديثة في أكثرها، وكذلك في ندوات تغطي الكتاب من اليوم إلى يوم 19 اللي هو آخر يوم في المعرض. وحريص أنا أن ألتقي هنا بالقراء، وألتقي بكتاب، وألتقي بأصحاب دور نشر. وهذا طبعا في نوع من انه هذا الحرب على جانب اخر اللي هو نحن ايضا سعيدين بتواجد امثالك من الكتاب والمؤلفين معنا في المعرض، ونتشرف فيك اعوام مديده وعمل مديده ان شاء الله. ضيف انتهى تماما، انا اشكرك واشكر ضيفك الكريم حسين بن مسعد مراسلنا من شمس الرياض صفراء اليوم يا خالد. طيب يصير خير، اهلا وسهلا.